اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن زراعه نبات ابو خنجر. يتم زراعه ابو خنجر بالبذور مباشره، يا اما في الارض يا اما في السلال المعلقه او الاصاري الفخار او البلاستيك، وبيتم الحصول على البذور من المحلات المخصصة لبيع الزهور، وموجودة عندنا في مصر في منطقة باب الخلق ممكن الحصول عليها. وانا اشتريتها الجرام كان بخمسين قرش، ومنتوش محتاجين كتير من البذور لان انباتها سريع وكمان انباتها باذن الله قوي. محتاجين ننظف المنطقة اللي احنا نزرع فيها من الحشائش الضارة، وكمان محتاجين ننقع بذور ابو خنجر حوالي 12 ساعة في مية فترة، وان احنا ننقعها ده بيساعدنا وبيساعد النبات في الانبات السريع. وبيتتم زراعة البذور بعمق 1 سنتي، وبين كل بذرة وبذرة 15 سنتي عشان النبات مداد ومحتاج مساحة ان هو يتحرك فيها وينمو فيها. وان شاء الله نمو النبات هيبقى في خلال اسبوع الى 15 يوم، ممكن يزيد اكتر من كده، ممكن يوصل لثلاث اسابيع. النبات هنحصل على الورود والزهور بتاعته بعد شهرين، وميعاد زراعته في شهر 9 و10 اللي هو سبتمبر واكتوبر، وهيفضل يديني زهور لحد شهر مايو، ومن الوانه اللون الاصفر والبرتقاني والاحمر والخمري. وكمان بسبب تلقيح النحل ممكن يحصل لي ميكسنج بين الالوان دي ويديني كده تنوع ما بين الاصفر او البرتقاني او الاحمر او الخمري، يعني تلاقي الزهره فيها كذا لون. بيتم زراعه النبات في الاماكن النصف ظليله او المشمسه، وجو مصر اعتقد احسن حاجه بتناسب النبات هي الاماكن الظليله. النبات بيحتاج التربه الخفيفه الرطبه، وما بيحبش ابدا التربه الغنيه بالمواد العضويه، لان ولا بيحب الكومبوست ولا بيحب التسميد العضوي، لان لو ده حصل النبات بيديني كميه اوراق كبيره جدا وزهوره بتبقى قليله. ممكن زراعه النبات في الاحواض في الشرفات وتزيين الشرفات، وكمان ممكن زراعته في السلال المعلقه، لان النبات بيتكيف حسب البيئه المزروع فيها وبيديني نتيجه دايما رائعه. ابو خنجر من النباتات شبه المتسلقه او المتبليه اللي ينفع جدا ان احنا نزرعها في البلكونات ونزين بيها البلكونات، او نزرعها في احواض تحت الشبابيك، واللي هتدينا نتيجه في منتهى الروعه نتيجه التنوع في زهره ابو خنجر ما بين الاصفر والبرتقاني والاحمر الغامق، او ميكس ما بين كل الدرجات دي. مهم جدا ان احنا نجمع بذور ابو خنجر من النباتات اللي عندنا. ده شكل البذور وهي لسه خضراء، والمفروض ان احنا نحطها في الشمس شويه لما تنشف، وبعد كده نحتفظ بيها في مكان جاف عشان ان شاء الله الموسم اللي جاي نزرعها تاني عشان يفضل عندنا نبات في الحديقه بتاعتنا. هقول لكم على الطريقه اللي بيها نعمل تيست للبذور اذا كانت صالحه ان احنا نقطفها ونحتفظ بيها ولا لا. بنيجي نمسك كده، لو جينا عند اي نبات بنحط كف ايدينا، غالبا يعني الزهره الواحده من نبات ابو خنجر بتعمل 3 بذور، بنحط كف ايدينا تحت الثلاث بذور دول ونلمسهم. لو وقعوا في ايدينا يبقى دي بذور جاهزه فعلا للقطف ان احنا نحتفظ بيها، ولو ما وقعوش في ايدينا يبقى خلاص نستنى شويه. وهو النبات الواحد ممكن ينتج كتير من البذور اللي احنا ممكن نحتفظ بيها للسنه اللي بعديها علشان ان شاء الله نزرعها في الحديقه بتاعتنا ويفضل عندنا نبات جميل. يلا بقى نزرع.